بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين. مما تربينا عليه أنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله. هذه الأقدار التي نتقلب فيها صباح مساء، منها ما نحبها ومنها ما لا نحبها، لكنها تقع. منها ما نحبها كأن ينجب الإنسان أو ينجب الإنسان أولاد، ومنها من لا يحبها كأن الإنسان يحرم الأولاد. كلا القدرين يقعان سواء أحببت أم كرهت، لكنه لا يكره ما قدر الله مؤمن. المؤمن إذا رأى ما قدر الله وقضى ما كان منه إلا أن يسلم لله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله ورسوله ليس لنا إلا أن نسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وش كمان ويسلموا تسليما. من الأقدار التي ربط الله فيها عزة الأمة وكرامة الأمة وسيادة الأمة الجهاد، وكان لنا نصيب كبير بفضل الله من هذا القدر. فمنذ سنوات طوال والله تعالى يعدنا لقتال بني إسرائيل من اليهود الظالمين تحديدا. هذا الجزء من القدر لا يكرهه المؤمن، لا يكره المؤمن ما قدر الله له، لا يكره المؤمن ما أعد الله له. كيف نكره قتالنا لليهود وفتح باب الجهاد؟ والله تعالى من فوق السماوات يقول: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. كيف نكره باب الجهاد ونبينا عليه السلام كما في صحيح مسلم يقول: تقاتلون اليهود فتسلطون عليهم. بهم مش يسمحون اليهود، احنا مش بيدينا والله، احنا ايش مالنا؟ مسلطين عليهم. هي هيك، تقاتلون اليهود فايش؟ فتسلطون عليهم. هذا قدرنا، قدرنا، قدرنا ان يفتح الله لنا باب الجهاد. ووالله ما فينا خير إن انقطع الدم الزكي. كيف نأمن ونعيش بأمن وأمان وأقصانا محتل والقدس تهود صباح مساء؟ كيف يحب المؤمن أن يعيش بأمن وأمان وسعادة واستقرار وهو ينام بين زوجته، آمن بين أولاده، يأكل ويشرب، يلهو ويلعب، وأكثر من 6000 من المجاهدين الأحرار وراء السجون، في السجون وراء القضبان؟ كيف ننعم بالأمن وأخواتنا الحرائر يقاسين الآلام بين يدي اليهود في السجون في السجون والمعتقلات؟ إن من نعم الله علينا والله يا إخواننا أن الله تعالى يفتح لنا بين الحين والآخر بابا من أبواب الجهاد مرة ثانية، ينزف في هذا الباب قطرات من دماء المجاهدين لنقبح الرواتب والرتب التي أشغلت بالنا كثيرا، لنقبح الرواتب والرتب والوظائف والحكومات التي جعلت أخلاقنا تسوء وسلوكاتنا لا تنضبط. إن قدرنا يا أحبابنا، نحن في غزة تحديدا وفي فلسطين عموما، قدرنا كما قال قادتنا أن نكون رأس الحربة في مواجهة العدو. أتظن أن الذين يستشهدون يحزنون كما نحزن، يبكون كما نبكي، يفرح بعيط زينب بن عين،
والله واحد منها يقاعد ما باله في مرته وولاده بده يبني بده يجوز ابنه ومش عارفه. طيب جاله صاروخ ومات ايش يعني يا رائد؟ خلص صح. بعيط في غزوة مؤتة جاء خبر الثلاثة القواد الذين وضعهم رسول الله، قال استشهد فلان، بعدين استشهد فلان، بعدين استشهد فلان، ثلاث. بماذا علق النبي على هذا؟ قال كما في البخاري: والله ما يسرهم أنهم عندنا. إيش يعني والله ما يسرهم أنهم عندنا؟ يعني مش زعلانين كتير إنهم سبونا، والله ما يسرهم أنهم عندنا. ثم قال: ووالله لا يسرنا أنهم عندنا. كيف نحزن لمن لقي الله تعالى وقال له: اليوم أحل عليك رضواني فلا أسخط عليك أبدا. كيف نحزن على من لقي الله تعالى وكان في الحديث نبينا يقول: إن السيف محاء الذنوب، إن السيف محاء الذنوب. أنبكي على من يمحو ذنوبنا؟ على من يذهب خطايانا؟ والله يا إخواننا، إن من أعظم الميتات التي يمنحها الله تعالى لبعضنا أن يرزق الشهادة. جاء رجل لرسول الله قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يعطيني أفضل ما يعطي الصالحين، ادعي لي أحسن حاجة. قال: أو تدري أي شيء أفضل ما يعطى الصالحون؟ قال: لا. قال: إن أفضل ما يعطى الصالحون أن يعقر جوادهم وأن يراق دماؤهم. أفضل حاجة ربنا بيعطيك إياها أن يعقر جوادك وأن يراق دمك. لما وقف عمير بن الحمام في غزوة بدر التمرة في يده ويسمع النبي يقول: قوموا لجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يقول: يا رسول الله أرأيت إن قاتلت فقتل أدخل الجنة؟ يا رسول الله أرأيت إن قاتلت فقتل أدخل الجنة؟ قال: نعم. ثم نظر إلى التمرات وقال: والله لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة طويلة طويلة. ألقى التمرات ومضى، ثم قاتل حتى قتل مقبلا غير مدبر، لقي الله وهو راض عنه. إنها لحياة طويلة، أي حياة؟ حياة في ظلال النبوة طويلة، حياة مع النبي طويلة، حياة في المسجد النبوي طويلة، حياة في المساجد طويلة. الحياة الكريمة يوم أن تلقى الله تعالى. الحياة الطويلة هي التي ينادي المجاهدون فيها على المعتكفين، على الراكعين الساجدين في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في المساجد كلها قائلين: يا عباد الحرام، يا عباد الحرمين، لو أبصرتمونا لعلمتم أنكم في العبادة تلعبوا، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب: لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. افرحوا يا إخواننا أن الله تعالى لا يجعلنا نستقر في بلادنا. نعم، لن نستقر والأقصى يهود، لن نستقر ومدينة القدس في أيدي الظالمين، لن نستقر وإخواننا وأخواتنا يعانون الأمرين داخل السجون والمعتقلات. والله إنها لتمر علينا اللحظات يستنكر الواحد فينا نفسه كيف يأكل ويشرب ويأتي أهله ويلاعب أولاده، وإخوانه وأخواته يقاسون الألم والآلام والظلم على أيدي الظلام. إنها لنعمة كريمة يوم أن يطهرنا الله تعالى بالجهاد، يوم أن نعيش على وقع ضربات المجاهدين. هل نسيتم يا إخواننا كيف كانت نفوسنا في 2001 و2002 و2003 و2004؟
هل نسيتم كيف كنا نصلي ونبكي؟ هل نسيتم كيف كنا ندعو الله فتذرف دموعنا؟ هل نسيتم كيف كنا نرابط ليل نهار؟ هل نسيتم كيف كنا نجمع الأموال من القليل والكثير لندفعها لإخواننا المجاهدين؟ هل نسيتم كيف كانت قلوبنا رقيقة ودموعنا فياضة ونفوسنا زكية؟ قبح الله الحكومة وما فيها من آثام وخطايا. ألا فلنعد لما كنا عليه من عزة وكرامة؟ كنا جبالا فوق الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا. أرواحنا يا رب فوق أكفنا، نرجو ثوابك مغنما وجوارا. كنا نرى الأصنام من ذهبا فنهدمها ونهدم فوقها الكفارا. لو كان غير المسلمين لصاغها ذهبا ولجعل الحلي والدينار. إنها من نعمة الله علينا أن يذكرنا رب العالمين بين الحين والآخر بإخواننا المجاهدين الأبطال الذين صلوا معنا في هذا المسجد، جلسوا معنا في هذا المكان، دعوا الله معنا كثيرا وذكروا الله معنا كثيرا وعبدوا الله معنا كثيرا. جاءوا لهذا المسجد، صلوا معنا ودعوا معنا وركعوا معنا وصلوا لله معنا، ثم انطلقوا إلى الله تعالى. تركونا نقاسي الذنوب، نعاني من السيئات، نتنافس عن الحياة، نركض وراء الدنيا. ألا فلا قبح الله الحياة؟ ألا فلا قبح الله الدنيا التي ألهتنا بأموالنا يا رب، شغلتنا أموالنا وأهلنا؟ فاغفر لنا يا رب العالمين. إنه لمن عظيم النعم أن يفتح الله لنا أبواب الجهاد فتراق دماؤنا وتزهق أرواحنا وتتقطع أجسادنا أشلاء من أجل أن ترفرف على الأرض لا إله إلا الله. فإذا خوفتكم الإذاعات وإذا خوفتكم الفضائيات قالوا لكم سيذبحونكم، سيدمرونكم، سيعلن عليكم حربا ثانية، فقولوا من أعماق قلوبكم طاردين الخوف مذهبين الولع، قولوا الله أكبر ولله الحمد. بهذا يطرد الخوف. وقد قرأنا قول الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله حسبنا، الله وكيلنا، الله رازقنا، الله معطينا ومحيينا، ولن يقع في ملك الله إلا ما أراد الله. ونحن على موعد والله كما نراكم أن يصلي المسلمون في المسجد الأقصى المبارك بإذن الله، ولعل الله تعالى أن يطيل أعماركم وأن يجعل لكم نصيبا كريما من تطهير المسجد الأقصى المبارك، من تطهير المسجد الأقصى المبارك. لا أقول بدموعنا الزائفة هذا، وإنما بدمائنا التي ستسيل بإذن الله على عتبات المسجد الأقصى المبارك. ساعتها سنكون فاتحين، مكبرين، منتصرين، مقبلين، غير مدبرين بإذن الله تعالى. نسأل الله العظيم أن يجعل هذه اللحظات قريبة وأن يجعلنا من أوائل الشاهدين لهذا.